مصدر القلق عندي بيدعو إلى الخوف على الجنوب لشان شوي بيروت وضواحيها، وأرى المقاومة بكادة حزب الله تتأهب لتوجيه ضربة مؤلمة وقاسية باتجاه الداخل العدو الإسرائيلي. الحزن الكبير سيعم أوساط الطائفة المسيحية الكريمة وبيرافق أجواء التعاطف، وسنرى الساحة المسيحية تتكاتف وتتوحد بسبب رحيل، قلت لك رحيل شخصي يمكن موت تربى أو الله العليم. أجواء من الخطر سياسية. أجواء من الخطر تحوم فوق لبنان قد تؤدي إلى المزيد من الفراغ في المؤسسات الحكومية نشان، وبتعطل التعيينات المهمة في المراكز الحساسة، وسنكون أمام نوع من الفوضى العارمة على أبواب بعض المراكز والمؤسسات الحكومية في لبنان. لاعب رياضي شهير بيتعرض لأزمة صحية طارئة بتؤدي إلى وفاته، برافقه أحداث مثيرة وحالة كبيرة من البلبلة على أرض أحد الملاعب. لاعب رياضي لبناني، لاعب رياضي شهير يتعرض لأزمة صحية للأسف، يقف قلبه يعني ليلى، تؤدي إلى وفاته. على أرض الملعب، هلا أرض الملعب برات الملعب ما بعرف، بس غياب شخصية رياضية شهيرة تعمل بلبلة. أرى أن لبنان سيشارك الطائفة الشيعية الكريمة للأسف سنة 2024 اثنين، الطائفة المسيحية الكريمة والطائفة الشيعية الكريمة، الحزن والأسى جراء رحيل أحد الشخصيات الشيعية البارزة والتي تشكل رمزا من رموز الوطنية والاعتدال في لبنان. خلينا ناخذ فاصل ليلى، هيدا اخر فاصل. بعد فينا نقول شيء قبل اخر فاصل؟ قولي. انصح واحذر رجال المال والاعمال واصحاب الثروات، واقول لهم حتى لا تضيع اموالكم وتخسروا ثرواتكم بال 2024، باشروا من الان بشراء العقارات والذهب والفضه لكي تتجنبوا الكوارث الاقتصادية القادمة التي ستؤثر على أسواق المال والأعمال بالعالم. يعني اشتروا عقارات واشتروا ذهب واشتروا معادن. بس ليلى استوقفنا أنه شخصية مسيحية بتموت وشخصية شيعية لبنانية، يعني نفقدها، هو بس نفقدها بكون ماتوا، وأحد رموز الطائفة الله يحمي الجميع يا رب الشيعيه.